السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها إن شاء الله تباعا في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. احنا من جرف الصخر مهجرين، صار لنا 7 سنين احنا هنا قاعدين بالخيمة وبالحار وبالتراب، يعني حال الضيم حالنا. نريد نرجع لمنطقتنا، ما حد ناشد بينا ولا حد زارنا ولا حد سأل علينا، يعني أبد. حتى اللي عنده معاملة ما يمشونه، يعني صار عندنا معاملات، عندنا أطفال، الطفل تريد طالع جنسية يقول لك أنت ما عندك بطاقة سكن، تقول له ليش طالع بطاقة سكن؟ يقول لك أنت نازح إلا ترجع منطقتك، رجعني يقول لك أنا مو بيدي. والمناطق اللي ورانا كلها المهجرة رجعت إلا جرف الصخر، ليش ما أعرف شنو السبب؟ ما أعرف، يعني أكو عالم لازمتها، يعني هسه كل هالمناطق اللي دورتنا كلها تهجرت، ما أقول لك العراق كلها تهجر بس كلها رجعت، بس ما عدا جرف الصخر ما حد يقبل يرجعهم. وزير الداخلية ما يقدر يطب جرف الصخر، وتحدى إذا طب جرف الصخر خلي يروح الجرف الصخر، فلنا يروح الجرف. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، اليوم نتحدث عن موضوع النازحين في المخيمات، النازحين خارج محافظاتهم المنكوبة، خارج مناطقهم المدمرة جراء العمليات العسكرية، جراء دخول تنظيم داعش إلى العراق، جراء ما دمرته هذه التنظيمات الإرهابية، ما دمرته الميليشيات الإرهابية كذلك، ما دمرته القوات الحكومية خلال هذه العمليات العسكرية تحت ما يسمى عمليات التحرير. وبعد ذلك أعقبت هذه العمليات العسكرية عندما أعلن حيدر العبادي النصر كما قال في عام 2016، خرجوا بمؤتمر إعادة إعمار العراق بالكويت الذي عقد في الكويت، وخرجوا بوعود على لسان مسؤولين ونواب وبرلمانيين ومن أرادوا الدخول إلى العملية السياسية، وعدوا بإعادة بناء هذه المحافظات وإعادة إعمارها وترميمها لتجهيزها للنازحين العالقين في المخيمات من أجل إعادتهم إلى محافظاتهم معززين مكرمين. لكن واقع الحال يقول بأن الموضوع كان مختلفا تماما، وكانت هناك صفقات فساد استغلت ملف النازحين وأبرمت هذه الصفقات، وتم نهب كثير من الأموال المخصصة لإعادة إعمار هذه المناطق، كما طبعا حدث في مؤتمر إعادة إعمار الكويت الذي لم يرى العراقيون منه أي نتيجة، وكذلك بعض الوعود الحكومية التي أطلقت في سبيل كما يقولون إعادة إعمار هذه المحافظات، لكن شيئا من هذه الأمور لم يحدث. بعض السياسيين المنضوين الآن ضمن هذه العملية السياسية قالوا وذهبوا إلى جرف الصخر في محافظة بابل، وبعض وسائل الإعلام صورتهم، وعدوا العراقيين هذا الموضوع قبل الانتخابات، الانتخابات جرت في شهر 10، قبل الانتخابات أن تحدث وعدوا العراقيين بصلاة الجمعة القادمة من لحظة الإعلان، الجمعة القادمة في جرف الصخر صلاة جماعة، وعلى أساس أن الناس حيرجعون إلى مناطقهم الممنوعين من العودة إليها بسبب ميليشيا حزب الله. أحد السياسيين زعيم حزب قال بأنه نعد الناس بالصلاة في جرف الصخر الجمعة القادمة. طيب وين عبرت كذا جمعة من ذلك الوعد؟ بعض السياسيين وعدوا بإعادة النازحين بشكل عام إلى مناطقهم، وأنا أتحدث هنا عن السياسيين المحسوبين على هذه المحافظات، وعدوا أبناء هذه المحافظات المهجرين بالعودة إلى مناطقهم بعد إعمارها، لكن شيئا من هذه الأمور لم يحدث. مشاهدينا الكرام، اليوم الموضوع، نحن مقبلون على عيد الفطر المبارك، هذه الأيام المباركة وهذه الأيام المقبلة التي دائما ما تكون أيام فيها سعادة، فيها فرحة، فيها مناسبة جميلة يقبل أو تقبل العوائل على بعضها البعض في الزيارات، الأقرباء، هناك فسحة فرح للأطفال للعب واللهو والتمتع
بهذه المناسبة، لكن نرى بأن هناك شريحة كبيرة من العراقيين تعاني، النازحون في المقدمة، هؤلاء الذين هجروا من ديارهم والذين لا يزال أطفالهم وكبارهم ونساؤهم وشبابهم في هذه المخيمات عالقون، فقدوا فرصة التمتع بالعيد مثلهم مثل غيرهم، فقدوا فرصة الحصول على مسكن ملائم لهم بعد أن هجروا من ديارهم، فقدوا فرصة الحصول على تعليم، كثير منهم فقدوا هذه الفرصة وخسروا مدارسهم وجامعاتهم بسبب ما جرى لهم ولمحافظاتهم، لا يملكون دعما حكوميا من أجل تلبية متطلباتهم، لا يملكون أي دعم سوى من بعض المنظمات الخاصة، المنظمات التي سنذكرها الآن وهي مشكورة عن ما تقدمه في سبيل دعم هذه الشريحة من المحتاجين. أنا اليوم أود منكم مشاهدينا أن تشاركوا معنا، تبدوا آراءكم، توصلوا رسالة أو كلمة إلى من يسمع بخصوص ملف النازحين. مشاهدينا الكرام، الأعداد كبيرة لا تزال في المخيمات، لا يزال كثير من النازحين عالقين في شمال العراق وفي بعض المخيمات، لا يستطيعون العودة إلى منازلهم، لا يملكون أدنى مقومات العيش الكريم التي يحتاجونها. كان كثير منهم يتمتعون بخير من أموال، من أراضي، من مواشي، من ثروات، لكن فقدوها بسبب هذه الحرب التي شنتها هذه الحكومة عليهم بسبب فشلها في الحفاظ على حدود العراق من التنظيمات الإرهابية، وسمحت بدخول داعش وهي التي دمرت هذه المحافظات. نود منكم مشاهدينا أن تشاركوا لإيصال الرسالة لكي يسمع النازحون الذين يشاهدون الآن بأنهم ليسوا وحدهم، بأن هناك عراقيين معهم حتى ولو بالكلمة. دعونا الآن مشاهدينا ننقل لحضراتكم سريعا دور بعض المنظمات الإغاثية التي ساهمت بعملية دعم مخيمات نازحين في مناطق مختلفة من العراق. رابطة أئمة وخطباء بغداد نظمت حملة هي الثانية خلال شهر رمضان المبارك لتوزيع المنح المالية على العائلات المتعففة في العاصمة بغداد. طبعا الحملة كانت في مدينة الفلوجة، الحملة الأولى بمحافظة الأنبار، وهذه الحملة الثانية التي حدثت في بغداد. منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية أيضا نظمت حملة لتوزيع كسوة العيد على العائلات المهجرة من جرف الصخر في مخيم دور واطئة الكلفة في الحبانية بمحافظة الأنبار. شملت الحملة توزيع الألبسة لجميع الأسر المهجرة في المخيم والتي تستعد كما قلنا لاستقبال عيد الفطر المبارك بهذه الظروف المأساوية. طبعا هناك القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين أيضا مشاهدينا الكرام نظم حملة إغاثية لدعم النازحين، وهي حملات طبعا تنظمها هيئة علماء المسلمين باستمرار بالتعاون مع منظمة أم القرى وأحيانا باستقلال في لوحدها. أين الدور الحكومي لهذه الدولة صاحبة المليارات والتي انتعشت الآن خزينتها بسبب ارتفاع قيمة النفط؟ أين هذه الأموال والفارق ما بين إقرار الموازنة على مبلغ 45 دولار للبرميل الواحد، والآن نرى بأن سعر البرميل تجاوز 100 دولار لكل برميل نفط؟ هذا الفارق أين هو؟ لماذا لم يخصص لإعادة إعمار هذه المحافظات، لإعادة بناء المنازل المهدمة، لتنظيف هذه المحافظات من المتفجرات ومن بقايا مخلفات الحروب، لتنظيفها وإزالة الجثث التي لا تزال تقبع تحت أنقاض كثير من هذه المنازل؟ هذا الفرق أكثر من 40 مليار دولار فرق، أين هو؟ لماذا لم يخصص ولو شيء بسيط منه لدعم هذه الشريحة؟ نبدأ باستقبال اتصالات حضراتكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة. معنا اتصال السيدة أم رائد من الصقلاوية، تفضلي. تفضلي يا أم رائد. ألو. حياك الله. يا عيني والله ابني من الصقلاوية خذ داعش على 7 سنين. نعم. وما أعرف أن طيب ميت، ما أعرف أن خذ داعش قطنات بالفلوجة. وأنا في الصقلاوية. نعم. إيه. ما أعرف أن طيب ميت، ما أدري.
أم رائد الله يكون بعونك يا سيدة أم رائد. أولا أخذوه داعش، شلون حتعرفين أنه هو عايش لو ميت؟ إذا أخذوه داعش شلون تريدين تعرفين مصيره؟ والله أقول بشك الله يعني بالسجون. هسه اللي أخذ داعش لو اللي أخذت الحكومة؟ أنا أخذ داعش. طيب أخذ داعش. ما أدري. نعم. طيب شنو وضعكم اليوم يا أم رائد؟ اليوم وضعكم أنتو؟ والله وضعي يعني زفت، عنده ثلاث جهال ومرضى. نعم. وكل شيء ما عندي غير رحمة الله. أريد رائد. شلون 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 عايشين يا أم رائد؟ والله عايشين على الأسعد، لا راتب لا شيء، ومرته مريضة، جهالة مرضى. أنا مريضة، عندي سكر من وراء، عندي قلب. نعم. ثلاث شمامات غير مسدودة، والله يستاهل. ولا رزق حالي. الله يكون بعونك. سيدة أم رائد. نعم سيدة أم رائد، أكو شيء تخصص لكم من المحافظة من الحكومة؟ خصصوا لكم شيء؟ أعطوكم شيء؟ أي أعطونا 100,000 من الصدقة. شو وقت أعطوكم 100,000؟ والله حتى الحكومة رحت عليها، حتى المحافظة الأنبار يقول هاي المرة 100 جثة، أنا مستقلاوية والله لا راتب، وابني عنده. نعم. وابني عنده خراجات ومريض، والله لحد الان لا راتب لا شيء استاذ، وما حد دق بابي والله. سيده ام رائد، ايش وقت انطوش ال 100,000؟ والله اول البارحه. اول البارحه انطوش 100,000، وصار لك قبلها كم سنه او كم شهر يعني ما انطوش اي شيء؟ غير صدقه يعني من الحكومه ما كبت كل شيء. بس هال 100,000؟ لا من اي والله، لا من محافظة الأنبار ولا من يحيى القاضي. ونفس خبرت يحيى القاضي، قلت له عندي ابني عنده غدد وعنده اني مريضة، بشكت اني مليون ب500 ما عندي راتب. يقول لي ها، وكان يسد الموبايل اليوم، ما حد خبرني من عامل السلام. ايش قلتش؟ يقول لي ما عندي. منو هذا خابرتي المحافظ؟ لا والله يحيى القاضي. منو هذا؟ ما هو يحيى الغازي نعم بالبرلمان المحافظ بالطقلاوية. تمام، برلماني خابرتي وقلج ما عندي. خابرت انا اي، وصدقت بعد ما خابرت احد، بس اريد اني ابني. سيدة بس اريد اسالك يا ام رائد، انا ان شاء الله باذن الله صوتك ورسالتك توصل. أنا أريد أن الصوت يتوصلنا لابني، بكة الله عند المخبر السري، أنا أكتب في الصخر أقول بكة يحلوي عن المساعدين إن شاء الله. سيدة أم رائد، نائب والله أريد ابني. نعم نائب عن مدينة الصقلاوية. ما يقدر يساعدكم، ليش لعد هو نائب؟ هو شنو وظيفته المفروض؟ والله ما أدري، ما هي هاي حتى راتب رعايه راتب منطوش. نعم. انطينا اسمه لو سمحتي مره ثانيه يا ام رائد، شو اسمه هذا المسؤول النائب؟ يحيى القاضي. يحيى الغازي؟ اي اريد راتب منه، ما سوى راتب للغازي. حتى انا اريد ابني يا استاذ. طيب اريد ابني، انا ما اعرف منهم كل شيء، اريد ان شاء الله. ان شاء الله يا ام رائد، انا أشكر حضرتك، شكرا جزيلا. إن شاء الله بإذن الله يكون هناك خبر جيد تسمعيه ربما بالمستقبل. الموضوع هذا مو بيد أحد، هي مناشدات تطلق، لعل وعسى أن يكون هناك إيجاد حل لهذا الملف، موضوع المغيبين والمفقودين في العراق. بحسب تقارير منظمة الصليب الأحمر وكذلك الـ Human Rights Watch، قالوا بأن أكثر من 250 ألف إلى مليون شخص مفقود ومغيب في العراق. طبعا هذه أرقام مرعبة، أعداد كبيرة جدا، على الحكومة أن تجيب على هذه الأسئلة، أن تجيب على هذه الأرقام. كثير من هؤلاء المغيبين يقبعون في السجون الحكومية والميليشياوية، ولا يوجد إخطار لذويهم أو إخطار للمنظمات الحقوقية أو إجابة عن مصيرهم. لا يزالون في هذه المخيمات، لا أحد يعلم عنهم أي شيء، وهم لا يعلمون لماذا هم في هذه
المعتقلات عفوا وليس المخيمات. بس هسه نيجي بعد شوية لهذا النائب البرلماني أبو محمد من السليمانية، تفضل. أستاذ العزيز حياك الله. أستاذ العزيز أنا أشكرك، أشكر إذاعتك اللي ساعدت النازحين السليمانية من عام 2014 إلى عامنا هذا، نشكركم وبارك الله بكم. واجبنا هذا يا أبو محمد واجبنا. أستاذ العزيز، أي عراقي ما يحس بنفسه عراقي نحين مع الحكومة العراقية تحتضنه. نعم. أنا نازح صار لي بهالسنة 8 سنين. نعم. ما أريد أعتب على رئيس الوزراء وباقي النواب، أنا أعتب على السيدة المحافظة. نعم. أنت بن محافظتي، أنت بن بلدي. صار 8 سنين مرت علينا وإحنا بالمخيم، ها، واحترقت عدة جهال تحت الخيمة، والله العظيم. وإمام أبوه يدحج وابنه في النار وما يستطيع يدخل على ابنه يطلعه، هاي نقطة. النقطة الثانية، هل السيد المحافظ جي وخش عليك، يعني صدفة فتح الخيمة وخش عليك قال لك يابا أنت نازح من عام 2014، شنو المحتاجة؟ شو تريد؟ يعني أنت عراقي وأنا عراقي، أنت مسلم وأنا مسلم، شنو الفرق إذا جيت وخشيت علي بالخيمة وسألتني قلت يابا أنت شو محتاج؟ شنو المانعك ما ترد؟ أنا أرضي مغتصبة وخلي كلها تسمع. الإيراني خلينا نحكي بالقلم العذوبة في تدبوتش سدة. أنا إيراني منطقتي يفتر ويهدم بيتي وأنا حصر علي أخش على بيتي. ومن ذاك يوم لهاليوم ساكتين في المخيمات، تحملنا برد وتحملنا حر وتحملنا حرق أطفالنا وتحملنا جوع ونقول الحمد لله والشكر. الإيراني يفتر من منطقتي وأنا أنت أسف فتحك تروح، أنا الله سبحانه وتعالى مسجل لي موته. أنا إذا الإيراني يفتني بلدي لا خيرا بحكومتي. عمي احنا كتلنا الجوع والضيم. بس اليمانية صار 8 سنين لا محافظ بحق على حالنا، لا مجلس نواب بحق على حالنا، لا مصطفى الكاظمي جي وزار المخيمات كلها وما زار مخيمات السليمانية. والدليل على ذلك امر حقه هو الرجال، امره تروح تزور مخيم ادهوك يعني اربيل ومخيمات السليمانية ما تزورهن. هذه يعني مؤامرات إيرانية. طيب انا بس اريدك هسه تنطيني رايك بحديث السيده ام رائد من الصقلاويه. ام رائد امراه بغض النظر، خلينا ملف ابنها مختطف من قبل داعش وصار 7 سنين ماذا تعرف مصيره، وبدها تسعى المراه في سبيل انه هي تعرف ابنها وين، وهو حقها. لكن احنا نقول اليوم ابنها مفقود وهي امراه بلا معيل، ابنها الوحيد وعدها 3 أطفال من هذا الولد برقبتها، وزوجة هذا الولد برقبتها، وما عدها معيل ولا راتب رعاية اجتماعية ولا غيرها. تتصل بالنائب يحيى غازي عبد اللطيف المحمدي، هذا عضو في مجلس النواب ورئيس لجنة التخطيط والمتابعة في المجلس، وأيضا عمل في مقرر اللجنة القانونية النيابية وعمل في المجلس المحلي لناحية الصقلاوية. نائب برلماني تخابره سيدة من نفس منطقته، من نفس المكان اللي هو ترشح به للدخول في البرلمان وكتل روحه حتى يصير نائب برلماني، أم رائد تقول اتصل به لهذا النائب البرلماني أريد مساعدة يقول لي ما عندي ويسد التليفون. ذولا اللي صعدوا على رؤوس الناس وبسبب الناس وصلوا إلى هذه المناصب وتاجروا بقضايا الناس، مو المفروض أن هم أصحاب سلطة الآن وعدهم القدرة على مساعدة المحتاجين؟ منطيها 100,000 الحكومة، منطي هاي السيدة 100,000 وما منطيتها شيء من 7 سنين. شنو ها يعني رأيك؟ أريد رأيك بهذا الموضوع. رأيي أمرأة عراقية وتنشد على ابنها، يعني على ابن قالي تنشد على ابنها. هو لو هو نفسه ابو المجلس النواب لو ابنه مضبوط
ليش ما ياخذ راتب؟ لو ميت كل الرواتب ماته ما يقدم صايم ويطلع راتب لابنه؟ حتى هي ما تنشد على ابنها، انا سمعت الحديث مال مراهق. هي ما تريد كل شيء، هي تريد يعني راتب رعايه معين للاطفال. يعني الوين وصلت بينا؟ الوين وصلت يعني؟ الوين تصل يعني؟ كل الدول افضل من عندنا واحسن من عندنا، ليش احنا واحد ياكل الدم واحد؟ ومن يصير احنا قدم نماذج مادي قريب، قدمت قالت انتخبوني والله ما خليكم مدة شهر بالمخيمات. أي. والله فازت، والله طيب. صار سنتين أنت وما نظرت على اي تدري... طفل ولا جت شكرت. سيد ابو محمد، جرف الصخر قبل الانتخابات اجى سياسي موجود، نقول عليه سياسي، زعيم حزب موجود الان، قال بانه جاب وسائل الاعلام وكاميرات وجوي ذولا الادوات مالته، وقفوا وما شاء الله ابتسامه عريضه على وجهه، حنصلي الجمعه الجايه جماعه ان شاء الله بجرف الصخر. هذا الكلام صار له من شهر 10 2021، واحنا اليوم داخلين على الشهر الخامس. وين هاي الصلاه؟ وين هاي الوعود؟ مو طلع مؤتمر؟ ليش مو طلع مؤتمر من جرف الصخر؟ واني شاهدت مقطع طلع وفد شيوخ من جرف الصخر وذهبوا الى ايران. قال معلمي no. جرف الصخر المتى يعني؟ المتى ما إلى شيء محدود. كان قال وين؟ من وين؟ قال ايران. وكان يطلع وفد من جرف الصخر الايران، لان يقول جرف الصخر تنسونه. شنو السبب؟ شنو السبب؟ وين وصلت بين العراق السويسري بين ايراني؟ أشكرك يا أبو محمد من السليمانية، ويانا محمد من أمريكا، تفضل. السيد محمد من أمريكا فقدنا. فاروق من الأنبار، تفضل يا فاروق. أنا بأخوي، حياك الله. تفضل. نعم، نحن نازحين في مخيمات الجبل. نعم. إي والله، صار لنا 1/1/2014. 2014. هي منطقة، اي نعم، هي منطقتنا ماكو غير اذا بسيارة 5 دقائق، واذا مشي ربع ساعة من دقيقة بس مشي. اي يعني لا حول ولا قوة. مدى تقدر ترجع؟ مدى تقدر ترجع الى منطقتك؟ لا والله. شنو اللي يمنع انه انت ترجع؟ والله ماكو شيء يعني ما اعرف شيء بيها، يعني ما حد وصلها. اذا جينا صار سنه جي قائد عمليات لهنا حد هالساتر ورجع، ما اقدر طبقات. بس لحظه على كيف انت ماذا تقدر ترجع؟ لانه منطقتكم ممنوعين انه ترجعوا لها. اي نعم ممنوعين. منو اللي مسيطر عليها؟ والله مسيطر عليها ما اعرف شنو، جهه امنيه ما اعرف شنو بيها. يعني حكوميه لو مو حكوميه؟ والله ما اعرف، حكوميه غير حكوميه، بس ما اعرف ولا شيء. منو يعني ماذا تعرفون منو؟ ما سالتوا منو اللي دي يمنعنا؟ والله ما يعني ما مو بدينهم. اي يعني سال منا يعني مو بدينهم الحكومه، يقول مو بدينا. يعني انا مطلع هنا ثاني، انا تابع الانبار، يعني ثاني تابع الانبار كلها، يقول مو بدينا. لا عاد بيد منو؟ والله هي هاي. يعني انت من تسال، انت اليوم من تسال تروح تسال جهه امنيه تقول لهم انا اريد ارجع منطقتي، يقول لك مو بيدنا. تسال تقول له بيد منو؟ بيد منو حتى اروح له؟ مو تمام؟ هم يقولوا لكم بيد منو؟ المن عد من الحل؟ والله ما يقولوا لنا الجهه امنيه وقبل، يعني مو بيدنا. يعني اخي بيد انا اسمه حشيد ما اعرف ولا شيء، يعني ما نقدر نصلها. يعني نحن حالسه والله البارحه صار يوم جد جانا هواء اي منا. نعم. اقسم بام محمد اللي خيمه كلها شيلها. نعم. خيمنا ما يقدر يطلع الباب. اسال عندي صبي عم انتهينا. سيد فاروق، اليوم انتم بمخيمات بزيبز، وين الدعم الحكومي عنكم؟ او منو اللي يدعمكم اليوم؟ والله انا صار لنا اليوم 4 سنين ما حد طب نهينهم. بس وقت الانتخابات جونا سجلنا على هاي هيئه ابسط من هاي رعايه خلافاتنا وهاي كل شيء، حد كل شيء ماكو. يعني جوكم قبل الانتخابات اخذوا منكم احتياجاتكم، انطاكم شيء؟ بس خلوها قدام الانتخابات. انطاكم شيء؟
والله الحد عن الخابرة انتهى، لا هو يرد علينا ولا كل شيء. يوم 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 الإجاك حتى تروح تنتخبه، رحت انتخبته؟ اي احنا انتخبنا هنا، اعطانا عهد الله والقران ما اعرفكم هنا. ممكن 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 تقول لنا اذا تريد منو هذا اللي اجى رشح واجاكم على المخيم؟ اجى رشح، جت انه رشح نهله رشح اي نهله، وايش اسمه ماشي اذا ما تعرفهم مو مهم. القصد من هذا الكلام، القصد من هذا الكلام انه اجوكم استغلوا حاجتكم ومعاناتكم ووعدوكم انه هم يحلوا لكم المشاكل ويساعدوكم. اي نعم. فازوا بالانتخابات هم؟ اي نعم فازوا. فازوا وما شفتوهم بعد؟ اي والله بعد، حتى اقول لك تدق عليه تروح البيت فلا يفتح الباب عليه. نعم. سيد فاروق انا اشكر حضرتك، شكرا جزيلا، كنت معنا من الانبار. هلا بأخوي. شكرا، بارك الله بك، والله يكون بعونكم على يعني هذا الوضع المأساوي اللي انتم عايشيه. شفتوا مشاهدينا الكرام شنو الفكره؟ لما نحذر من الانتخابات يقولون انتم ما تريدون عجله البلد يستمر. شلون يستمر؟ يستمر بذوله؟ يستمر بهذا اللي يسد التليفون بوجه ام رائد يقول هاني ما اقدر اساعدك؟ لو يستمر بوجود ذولا اللي قشمروا على النازحين وضحكوا عليهم واستغلوا معاناتهم وحاجتهم. يعني لا يوصف هذا التصرف إلا أنه من أقذر التصرفات، استغلال حاجة المحتاج الفقير الما عنده ويتمسك بخيط بقشة في سبيل النجاة، في سبيل أنه هو ينقذ نفسه وعائلته من الوضع المأساوي. فيجي هذا النائب اللي يريد يبني البلد، اللي يقول أريد أبني البلد وأرجعكم المناطقكم وأعمرها وأعطيكم راتب رعاية، يجي يضحك على العالم حتى ينتخبوه، وهاي فاز بالانتخابات وما حد يشوف وجهه ووجهه، لأن أيضا يبدو سيد أكو أيضا ضحكت على النازحين ويعوفوهم، تستمر معاناتهم 4 سنين ويرجعون بالسنة الرابعة يضحكون على العالم مرة ثانية حتى يرجعون ينتخبوهم. محمد من أمريكا، تفضل يا محمد. السلام عليكم، وحي قناة الرافدين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. سادي العزيز سادي محمد. نعم. هي شغلة مقصودة كلها من نيران كفينك الله. نعم. تهجير السنة، غير يجون سنة يعني قاعد ببيته جفر صخر، من سيطر عليه حرس الثوري الإيراني والحشد الإيراني، من سيطر عليه؟ عند مخازن جيشه والأسلحة معسكرات كلها أسلحة كفينك الله. ومع هذا المخدرات يهربون بها مخدرات، يسوون بها مخدرات، معامل المخدرات أنواع الأسلحة جاي يصنعون، يا محارين بالنازحين دون مجلس النواب كفيلك الله، كلهم هذول عتاقة يحكمون العراق، كلهم عتاقة. والله عيب العيبة، والله العظيم لو ما أمريكا ما يجون دول العتاقة يحكمون العراق الوطخين حشر. شلون تشوف وضع النازحين العراقيين اليوم وإحنا مقبلين على عيد الفطر المبارك؟ أوضاع مأساوية، حاجة وما كل يلبيها إلا بعض المنظمات والجهات الإغاثية البسيطة وإمكانياتها محدودة، وما تقدر تساعد كل هذه المخيمات تسوي اللي تقدر عليه. وأني يعني ذكرت بعض الجهات، وأكو جهات أيضا أخرى أكيد موجودة ربما لم يسعنا ذكرها، لكن الحكومة دورها غائب، البرلمانيين دورهم غائب، المسؤولين عن المحافظات دورهم غائب. أنا أريد رأيك يعني رأيك أو رسالتك إلى من يسمع الآن بخصوص العراقيين النازحين اليوم وإحنا مقبلين على أيام العيد. كل عام وأنتم بخير طبعا، الناس بوضع مأساوي للغاية. محمد ضد المهجرين، ضد السنة كفيلك الله. لا تقول لي دولة مجلس النواب هذا حمد الحلفوت وغيره، هذا حاطين في إيران، لكن يوم رايح يتوتر فيهم. هو هم تابع لإيران محمد الحلفوت، لو فيهم خير رجعوا المهجرين لبلدهم المحافظات مالتهم، عم يدمروا البلد دولة، لا محمد الحلفوتي ولا شيء.
كلهم حاطين ايديهم بيد العجم. العجمي صار زوده بالعراق، والعراق مذلول، العراق مذلول. كفي لك الله، الايراني مرتاح، الايراني طلعوا له جنسيه عراقيه، والخاني ما طلعوا له جنسيه عراقيه. شكرا يا محمد، اشكرك. نعم، حتى لا نبتعد عن الموضوع، شكرا جزيلا. حاله حنا نشاهدها ويا حضراتكم الان، تقرير عن حالة من الحالات الإنسانية الحقيقة المؤلمة يعني الموجودة في العراق من النازحين، تلخص ربما واقع الحالة الموجود والمعاناة الحقيقية لهؤلاء النازحين، أعدادهم كما قلنا كبيرة. دعونا نشاهد هذا التقرير من إنتاج غرفة الأخبار في قناة الرافدين، ثم بعد ذلك نعود لنكمل الحديث بشأن هذا الموضوع. نشاهد. تتنوع قصص النازحين في العراق، وتتنوع معها المعاناة التي يعيشونها في أماكن نزوحهم بعيداً عن ديارهم ومنازلهم. عائلة أحمد علي النازحة من قضاء البعاج بمحافظة نينوى واحدة من قصص هذه المعاناة الممتدة على مدى سنوات. اضطرت العائلة المكونة من 30 فرداً إلى العمل في مزرعة بمحافظة السليمانية لتتخذ من هذه المزرعة مأواً ومكاناً للعمل. أنا لحد الآن راتب رعاية ما عندي، وأنا شخص معوق، والعوق ما لي إيدي هاي اليسرى، يعني لا راتب معوقين ولا راتب رعاية ولا راتب، ولا أنا ولا أي فرد من أفراد عائلتي. أسرة تعيش حياة الكفاف، يجهد أبناؤها أنفسهم في العمل بالمزرعة لسد رمقهم مقابل مبالغ مالية لا توازي ما يبذلونه من جهود مضنية. اي والله شغل تعب، يعني استفادته قليله، حيل قليله. يعني هسه هو ينطي 100,000 على القاعه، هاي القاعه ما شاء الله شكبرها، تحويها ما شاء الله تقريبا حول 40 علاقه 35 علاقه خيار، بس الساعه 3 الفجر تقعد الى العشرة الصبح للتسعة ونص للعشرة، تخلص من تخلص انت تروح تحمله وانت تحوشه وانت ترشه وانت تسقي، وتعرف الساعتين يعني اسعار كل شيء صاعد. أوضاع التهجير وصعوبة توفير القوت حالت دون انخراط أطفال هذه الأسرة في المدرسة، ما يشي بمستقبل أكثر هشاشة للعديد من العائلات التي تعاني قسوة النزوح، ويضطر جميع أفرادها للعمل من أجل توفير لقمة العيش. مدرسة ما درسة وبس ابنه كبير، وبطل من تهجرنا ما عاد يقدر يدرس، من وراء المصرف ومن وراء المعيشة يركض مع أبوه. وكنا هنا جهال ناس، يعني ضر معايا وضر علي، وقاعدين هنا نشتغل ونعيش، شايلين هم هاي اطفال بنات خطيه، لا مدرسه لا شيء، بدون مدرسه واحد ما يفتهم، ها كله شغل شغل شغل، يعني عايفين مدرستنا، عايفين منطقتنا، عايفين كله على مود نعيش، اذا ما نشتغل ما نعيش، والله كل شيء ما يجينا، ولا نحصل شيء، ولا يعني نعيش، ولا كل شيء ماكو، لا راتب لا يعني أبد مساعدة، يعني ماكو. عينة أخرى لمأساة النازحين الذين تركوا ديارهم، وتحول الأوضاع الأمنية والاقتصادية دون عودتهم، وسط غياب لأي حلول لإعادتهم أو انتشالهم مما يعانونه من شظف العيش في مناطق النزوح. شفتوا هذا التقرير مشاهدينا الكرام، و أطفال فقدوا فرصة الحصول على تعليم، وشباب يعني إن شاء الله بإذن الله ما يكون مستقبلهم ضاع، لكن تأخروا بشكل كبير بمراحلهم الدراسية ومسيرتهم التعليمية في سبيل إن هم يعملون. نتمنى طبعا، وهي رسالة توجه إلى أصحاب العمل، لمن لديه فرصة العمل التي يعطيها للنازحين، أنه انظر إلى حالهم، ويعني لا تستغل حاجة الناس وتهلكهم وتنطيهم الفتات. يعني بالنهاية هؤلاء أبناء البلد، هؤلاء عراقيون تأثروا، في يوم من الأيام قد تتضرر أنت، وسيكونون هم الذين يحتووك ويحتضنوك، وبالتالي يعني لا تستغلوا حاجة الناس وتبخسوا بحقهم وتبخسوا بعملهم، وهم أصحاب عوائل ومحتاجين. إذا كانت الدولة عاجزة وفاشلة في دعم هؤلاء، فهناك أمل وثقة بالعراقيين أنهم ينظرون إلى أبناء بلدهم بنظرة عطف ونظرة أخوة أكثر من ما نراه الآن. يعني نسمع هذا الشاب من الماكو، يعني من الماكو يتكلم عن 100,000 ينطيهم إياه صاحب العمل ويهلكهم
على الكلام اللي دنسمعه. احنا ان شاء الله نتامل انه يعني تكون يكون التعامل انساني اكثر، انه يا جماعه ترى العراق ان شاء الله بخير يعني، فحتى لو اللي موجودين حراميه لكن ان شاء الله ابناء البلد بيهم الخير، فيعني انظروا على بعض ولا تذلون العالم لان هم محتاجين. ويانا السيد ابو سجاد من الانبار، تفضل يا ابو سجاد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك عمي؟ حياك الله، اهلا وسهلا. عمي احنا هنا من جرف الصخار نازحين من 2014. نعم. والضيم حالنا ما جرى عمي. نعم. اشهد ما بالله بس هذا الشهر رمضان تجينا مساعدات. من منو؟ المتبرعين. اها. يعني مو من الحكومة. والله من الحكومة، وين هي الحكومة عمي؟ الحكومة هي اللي لعبت علينا عمي. نعم. الحكومة عمي خلي ترجعنا لهنا، شوفنا الحال. راح نرجع احنا راح نوخر عن هاي المحافظة، نوخر نطلع من هيج خارج البلد. نعم. أبو سجاد اليوم العيد جاي ومقبل عليكم، شلون وضعكم قبل العيد؟ عيد ايش خالي؟ نعم. احنا صار لنا 9 سنين لا شايفين عيد ولا شايفين احد، احنا العيد يجي ويروح ما ندري به خلاص. نعم. واحنا علينا عيد واحنا جايين بالخيم يا مال عيال. الله يكون بعونكم. والله احنا يا سيد ابو سجاد احنا نسال هذا السؤال مو لانه احنا ما نعرف شنو وضعكم، لكن احنا دريد نوصل صوتكم الى من لا يسمع، الى اللي ساد اذنه، الى اللي ما يريد يشوف القضيه، او بعض العراقيين اللي ما يعرفون انه انتم هيك وضعكم. احنا بدنا نسال هذا السؤال حتى انتم تحجون. عم العراقيين هسه اكثرهم ما يعرفون بجرف الصخر شكو ماكو. جرف الصخر احنا ذاك اليوم ببغداد قاعد نشتغل عماله. نعم. ويجينا واحد جرايده مدري شنو بحزب الله. اي. يقول جرف الصخر زارعين حشيشة. اي يعني هو يعني هذا قرايبه موجود بحزب الله يقول لكم انه زارعين بجرف الصخر حشيشه؟ اي بالله اكثر من 2 قالوا لي جرف الصخر مزروعه كلها حشيشه. نعم. ولا يقول لكم اياها بعد، شوفوا لكم غير مكان اقعدوا به. نعم. يعني بعد الحكومه هاي شو تعمل نفسها. أبو سجاد أنا أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة. هذا الحديث مشاهدينا الكرام اللي يجي من الناس اللي يأكد المتداول بأنه طبعا الحديث عام، لكن احنا نتكلم اليوم عن أو حديث أبو سجاد عفوا كان عن جرف الصخر. جرف الصخر تسيطر عليها ميليشيا حزب الله، ومثل ما سمعتوا بالفيديو قبل شوية التقرير في بداية الحلقة أنه حتى وزير الداخلية ما يقدر يدخلها، ما يقدر يدخل جرف الصخر، الحكومة ما تقدر تدخل جرف الصخر، الحكومة ما تقدر تدخل مناطق في العراق بسبب سيطرة الميليشيات على هذه المناطق. حزب الله وما حزب الله اللي منضوية ضمن ما يسمى بالحشد، هذه الميليشيات المجموعة اللي تطلع بوسائل الإعلام تقول حررناكم وأنقذناكم وحررنا أعراضكم وانتشلناكم من الإرهاب. يلا وين المناطق مالتنا؟ وين البيوت المعمرة؟ وين الشوارع المبلطة؟ وين الخدمات؟ وين الكهرباء؟ أين الإنقاذ الحقيقي؟ هل الإنقاذ بعملية قتال عناصر إرهابية؟ أنتوا ايش تختلفون عنهم؟ أنتوا وفق الدستور الحالي المادة 9 الفقرة باء تحظر على الحكومة تشكيل فصائل مسلحة تعمل خارج إطار الدولة. أنتوا وجودكم غير شرعي أصلا، وجودكم غير شرعي. انتم مثل الارهاب اللي يجي من الخارج، انتم لا فرق بينكم وبينه، تحملون السلاح خارج اطار الدوله وهو يحمل السلاح خارج اطار الدوله، تقتلون البشر مثل ما قتل داعش. بل حتى وصفتكم منظمه هيومن رايتس ووتش في احد تقاريرها بان جرائم الحشد ترقى لان تصل الى جرائم داعش بالبشاعه وبالحجم. عموما الموضوع مستمر مشاهدينا الكرام، ونطرح السؤال المهم وهو وضع العراقيين في الداخل، وضع العراقيين النازحين في الداخل، معاناة هؤلاء هذه العوائل
قبيل العيد. كلام أبو السجاد ربما يختصر كثير من الحديث عن أنه يا عيد يا عيد، إحنا يجي العيد ويروح وما نفهم وما نعرف أنه أصلاً إجا وراح بسبب المعاناة وبسبب المآسي المستمرة. خلينا نشوف هذا التقرير من إنتاج قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية، أيضاً يعطي لمحة مختصرة عن وضع النازحين، ونعود لنكمل الحديث مع حضراتكم. مشاهدينا الكرام، هل يعقل أن تكون الحلول الحكومية لمعالجة أزمة النازحين أو ملف النازحين هي إغلاق المخيمات وإعادة النازحين مكرهين إلى مناطقهم المنكوبة التي لا تزال كثير منها كذلك مدمرة، منكوبة غير مؤهلة غير صالحة؟ طبعا من عام 2019، في أواخر عام 2019، شرعت الحكومات المتعاقبة، حكومة عادل عبد المهدي، بالبدء بمشروع إغلاق مخيمات النازحين، إغلاق المخيمات وإعادة النازحين إلى مناطقهم. هذا المشروع الذي أكملته حكومة مصطفى الكاظمي ولا تزال في سبيل إنهاء هذا الملف أمام الرأي العام، لكن لا اكتراث لوضع النازحين. السؤال هو ما مصير هؤلاء الذين تجبرهم الحكومة على العودة إلى مناطقهم؟ طيب، أنتم أغلقتم مخيم النازحين أو مخيما للنازحين، العوائل التي تعود إلى مناطق، إلى بيوت مدمرة، أين ستسكن؟ كيف ستعيش؟ إذا كانت هناك بيئة غير صالحة، سيضطر بالتالي، وهو ما يحدث الآن، هجرة عكسية، سيضطر النازح مرة أخرى أن يعود إلى الخيمة أستر له ولعائلته وتعود عليها نوعا ما، مقارنة بالوضع المأساوي الذي تجبره الحكومة إلى الذهاب إليه. هذه الحلول، هل تتوقعون بأنكم ستبنون دولة بهذه الحلول الترقيعية، بهذه المحاولات، لمجرد ظهوركم أمام وسائل الإعلام للقول بأننا أغلقنا مخيمات النازحين وعدم طرح مصير هذه العوائل؟ مليون شخص، أكثر من مليون شخص لا يزالون عالقين في المخيمات بحسب هذه الأرقام التي تظهر أمامكم، هذه أرقام كبيرة جدا. أكثر من 700,000 شخص لا يزالون في شمال العراق في كردستان لا يعلمون ما هو مصيرهم، كثير منهم لا يستطيعون العودة إلى مناطقهم كما استمعتم في حديث بعض المتصلين. الوضع مستمر مشاهدينا الكرام، وهناك متاجرة من يمثلون أو يدعون تمثيل هذه المحافظات من السياسيين المحسوبين عليها الذين تاجروا بمصير هؤلاء وبحاجتهم في سبيل الدخول إلى البرلمان، ويحدثونكم
عن الإصلاح أو عن بناء الدولة أو عن المشاريع التنموية، أي مشاريع تنموية وأنتم دخلتم إلى البرلمان بالضحك على العقول البسيطة، بالضحك على المحتاجين، وإلى الآن اللي فازوا بالانتخابات على حساب هؤلاء النازحين ما رجعوا للنازحين ونفذوا الوعود التي أطلقوها قبل الانتخابات قبل نجاحهم. لا، اللي النازحين يتصلون بهؤلاء والمسؤول يسد التليفون بوجهه أو يسد الباب بوجهه، لأنه هو خلص انتفت الحاجة إلى هذا المواطن. خلاص المواطن بعد ما يقدم شيء للمسؤول، انطاء أهم شيء التصويت له في الانتخابات وخلاص، بعد أنا ما أريد منك شيء. أنتظرك بعد 4 سنين أجي أضحك عليك حتى تنتخبني. ولذلك هي رسالة أخيرة يعني نختم بها الحلقة، اللي صار صار والانتخابات هذه بتزويرها جرت وخلص. إن شاء الله بإذن الله يكون هناك تكون هناك ثورة تقضي على هؤلاء، لكن إذا لم تحدث فرضا، نصيحة إلى العراقيين أنه اتعظوا من ما جرى، خلوا اللي دي يصير هسه واللي صار قبل عبرة لكم، أنه لا تنتخبون هؤلاء مرة أخرى. إذا يجي واحد من ذولا يضحك عليكم لا تصدقوا، لأنه هو وعدكم سابقا وما حقق شيء. الموجود داخل العملية السياسية اللي يحط إيده بيد الميليشيات وبيد الأحزاب اللي سرقت البلد وبيد الفاسدين، لا تتوقعون أنه هو يحقق لكم شيء، يبني دولة. مستحيل مستحيل الفاسد يسمح لشخص وطني شريف أنه هو يبني العراق أو يساهم في القضاء على الفساد، مستحيل. فلا تنخدعون بهؤلاء الذين يأتون إليكم يروجون لفكرة أنهم أصحاب المشاريع والوطنيين. لا وطني يعمل مع الفاسدين في العراق. هذا المختصر. بهذا أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم مشاهدينا الكرام، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة. نلقاكم بإذن الله، إلى اللقاء.